السادسة من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أهلا بك فاطمة. أهلا بك ياسر، تحية لحضراتكم وإلى عناوين النشرة. تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية تتصدر محادثات شكري ونظيره المجري في القاهرة. وزيرة الصحة تعلن توسيع الشرائح المستهدفة من التطعيم بلقاحات كورونا، ومصر تستقبل شحنة جديدة من سينوفارم الصينية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ووزير التجارة والخارجية المجري بيتر سيارتو عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزيران عقب مباحثاتهما في القاهرة التي تناولت ملفات من بينها التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقد أكد الوزير المجري أن مصر نجحت في وقف مسار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشددا على أن مصر تستحق لذلك كل الثناء والدعم من أوروبا. المؤتمر الصحفي لوزيري خارجية مصر والمجر ركز على منح دفعة قوية للعلاقات بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 92 عاما على المستويات كافة، لا سيما بشأن دعم مصر في تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي وعدم ربط المساعدات الإنمائية بالمواقف السياسية. تحدثنا عن العلاقات الوثيقة والتعاون في إطار علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي والدور المهم الذي تطلع به المجر في دعم هذه العلاقة، والحديث بفهم كبير للظروف التي والتحديات التي تمر بها مصر، وأيضا الحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي سواء في الإطار السياسي أو الاقتصادي لمصر لمواجهة التحديات التي تتعرض لها في المنطقة. نحن نؤمن بأن مصر ودول أخرى في شمال أفريقيا أعطت خدمة كبيرة للاتحاد الأوروبي بإيقاف الهجرة غير الشرعية أو بالمساهمة في إيقاف الهجرة غير الشرعية. مصر بشكل قاطع تحتل مرتبة الصدارة في هذا بشكل قاطع. منذ 6 سنوات بمجهود عظيم استطاعت مصر أن تغلق الخط الهجرة غير الشرعي عبر البحر انطلاقا من مصر. ممكن نعمل حسابات يعني أنه كم هي خسارة الاتحاد الأوروبي قد تكون لو لم يتم إغلاق هذا الخط. لذلك نحن نسعى أن المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي يعطي الدعم المالي المطلوب لمصر. يعني 60 دولار هناك عالقة بسبب خلافات سياسية. على المستوى الاقتصادي، مشروعات طموح أعلن عنها الوزيران خلال المؤتمر الصحفي. بحثنا أيضا التبادل التجاري بيننا والعمل على تنميته، وتأتي زيارة الوزير لتدشين مشروع مهم بالنسبة للبلدين، الارتقاء بالمجال السكة الحديد في مصر، توفير 1300 عربة قطار صناعة مجرية روسية للسكك الحديد المصرية. بدأنا نتفاوض مع مصر حول مسألة إيصال الغاز المصري السائل إلى ونشتري من مصر الغاز السائل. وكان الوزيران قد وقع عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون الإنمائي والزراعي بين البلدين، وكذلك عقد جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها أخرى موسعة، حيث تناول الجانبان التبادل التجاري ومشروعات تطوير السكك الحديدية المصرية، وكذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية. وما بين سياسة ومشروعات اقتصادية متنامية، تسير العلاقات بين القاهرة وبودابست بوتيرة يصفها البعض بأنها أسرع من القطار المجري نفسه. من وزارة الخارجية، شريف رضوان، التلفزيون المصري. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنه سيتم توسيع نطاق الشرائح المستهدفة لتلقي لقاحات كورونا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة الذي أعرب عن استعداد بلاده الكامل للتعاون مع مصر في مواجهة جائحة كورونا. خلال مؤتمر صحفي قدمت وزيرة الصحة والسكان الشكر لدولة الصين الشقيقة لما تقوم به من دعم الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا ب 300,000 جرعة من لقاح فيروس سينيفارم، وذلك في إطار عمق العلاقات بين البلدين وبخاصة في مواجهة الجائحة.
مشيرة إلى توفير الوزارة لأربعين موقعا إلكترونيا لتسجيل أصحاب الأمراض المزمنة في كيفية تلقي اللقاح. بدء التسجيل يوم الأحد، عندنا نظام تسجيل بيعمل ترتيب أولويات حسب العمر وحسب عدد الأمراض المزمنة المصاحبة. يعني الناس بتسجل، وكل ما يتسجل كل ما يرتب ترتيب أولويات، حسب ترتيب الأولويات هيتبعت له رسالة. فممكن أنا سجل النهاردة بس في ناس أولى مني فهياخدوا أسرع مني. كل ما يجينا شحنات كل ما يكون عندنا إمداد أكتر. فالسيستم كمان بيتيح أن المريض أو المواطن يحط الشهادات أو التقرير الطبية، ثلاث تقرير طبية، فممكن والسيستم بيعرفوا أنهي أنواع من التقرير اللي ممكن يحطها. يعني لو له قرار نفق الدولة، علاج كلى أو غسيل كلوي، لو له أي حاجة بيحطها في السيستم، فالسيستم أوتوماتيك بيرتب وبيبعت الرسائل. فممكن واحد يسجل النهاردة يجيله دوره بعد شهر، وممكن واحد يسجل النهاردة يجيله دوره بعد أسبوع. السفير الصيني بالقاهرة أعرب عن عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة. نحن نشكر الدولة المصرية لإدارتها الحكيمة لجائحة فيروس كورونا، ونتمنى تواصلها الدائم مع الجانب الصيني. وهناك علاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار السنوات، وأن تلك الشحنات تهدف لدعم مصر خلال تصدي للجائحة وحرصا على صحة وسلامة الشعب المصري. كما أوضحت وزيرة الصحة خلال المؤتمر عن خارطة الطريق لتوفير التطعيمات ووصولها إلى مصر خلال الفترة المقبلة. نحن عقدنا اتفاقيات مع شركات بينها وبين الوزارة مباشرة، وبين الوزارة والتحالف الدولي للقاحات والأمصال تحت الكوفاكس فاسيليتي. احنا بنتكلم على ان احنا طلبنا 100 مليون جرعة، التحالف الدولي حدينا 40 مليون جرعة على 4 مرات لكل ربع سنة في 2021. هيدينا الكمية بتاعت اول ربع السنة دي هتبقى 8.6 مليون جرعة، متوقع وصلهم خلال ايام ان شاء الله. دول هيغطوا كمية اكبر، يمكن يغطوا كل الامراض المزمنة تقريبا في مصر. بعديها في الربع الثاني هنتلقى في حدود 8.6 برضو، وهكذا الاربع دفعات، بالاضافه الى التوريدات اللي هيجينا خطه توريد من بعض الشركات للقاحات اللي احنا تم التعاقد عليها. رؤى فاقده وبعيده المدى للقياده السياسيه في التعامل مع ازمه كورونا، والتي عاكست انطباعات ايجابيه لدى الدول الكبرى، لنشاهده على ارض الواقع بدعم تلك الدول في توفير التطعيمات بشكل ميسر. محمد حلمي، التلفزيون المصري. هذا ونذيع عقب هذه النشرة المؤتمر الصحفي بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وسفير الصين بالقاهرة لياو ليتشانغ. تلقى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي تقريرا من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات. وأشار التقرير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ببعض المحافظات وجاري العمل على رفع تراكمات المياه. وشدد شعراوي على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية في المحافظات المعرضة للطقس السيء وسقوط الأمطار، وذلك وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد، مع ضرورة استنفار كافة الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة. بحث كل من وزراء التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي مع الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بحثوا المرحلة الثانية من مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أهمية مشروع دعم المجتمعات الريفية والزراعية لتكامله مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري. وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها في 63 قرية ب5 محافظات في الصعيد.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر أن مصر أعدت خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات بهدف إنتاج حوالي 2.9 مليون متر مكعب يوميا. كلمة الوزير جاءت خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للحوار الأول لمجلس انتقال الطاقة الذي أنشأته الأمم المتحدة، حيث أشار شاكر إلى الإجراءات التي اتخذتها مصر لخلق بيئة مناسبة لانتقال الطاقة، وأكد أن قطاع الكهرباء يبذل جهدا كبيرا لتحسين وتطوير كافة الخدمات وتحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع. في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين على إقامة مشروعات صناعية جديدة، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية ل 300 مستثمر. 500 وحدة صناعية بسبعة مجمعات جديدة بدأ تسليم خطابات تخصيصهم للشباب من صغار المستثمرين ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة الشباب على إقامة مشروعات جديدة، حيث تسلم الوحدات الصناعية جاهزة وكاملة المرافق. أنا خدت توجيه مباشر من سيادة الرئيس أقدم جميع التيسيرات لطرح هذه المجمعات في سبيل أن احنا تبقى مش مجمعات صناعية ولكن تبقى مصانع صغيرة ومتوسطة. تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير للوحدات الصناعية شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 جنيه إلى 500 جنيه مع إلغاء التكاليف المعيارية كافة وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50,000 لتصل إلى 10,000 جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلا عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيرا على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاحة بالنظام الإيجار. استلمت النهاردة خطاب تخصيص الوحدة بتاعتي، وإن شاء الله نشاط منتجات بلاستيكية. معا دايما في حب مصر، وإن شاء الله هنبتكر وهننتج وهننجح، وإن شاء الله يا رئيس هنكون تحت حسن ظن حضرتك، وإن شاء الله دايما دايما نبني مصر مع بعض. المشروع بتاعي هيكون عن تجفيف الفاكهة والخضروات، وبشكر جدا سيادة الرئيس والوزارة على الفرصة الهائلة دي للشباب، ومبادرة كويسة جدا، وحاسس انها تفتح فرص كتير ليا والناس اللي هي استلمت الوحدات النهاردة. الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص، وتتواصل بشكل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلي لخطوط الإنتاج. النهاردة سلمنا محافظة بني سويف جوابات التخصيص الخاصة ب 62 وحدة صناعية ل 57 مستثمر. إن شاء الله خلال الأسبوع ده هنكمل بقية المحافظات. احنا امبارح سلمنا برضو محافظة الإسكندرية انتهينا منهم. اتكلمنا معاهم عن الدور اللي ممكن يقدمه الجهاز في مساعدتهم، الخدمات اللي ممكن نقدمها، خدمات المالية، الخدمات غير المالية، شرحنا لهم آليات التمويل اللي ممكن الجهاز يقدمها. وتيسيرا على المستثمرين تم توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التمويل اللازم بفائدة بسيطة وعلى مدة سداد تصل إلى 10 أعوام. البنك بيقدر يدفع 75% من قيمة الوحدة وبفائدة بسيطة 5%، ومدة سداد تصل لعشر سنوات حسب التدفقات النقدية للمشروع وحسب احتياج العميل نفسه. مبادرة رئاسية انطلقت وبدأ تنفيذها لتكون بمثابة دفعة للصناعة الوطنية، وفي الوقت نفسه تحقق فرصة للشباب الطموح في تغيير وتحسين مستقبله. إيمان التوني، التلفزيون المصري.
قام محمد سعفان وزير القوى العاملة يرافقه الدكتور ممدوح غرام محافظ كفر الشيخ بتسليم 9697 وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، مؤكدا أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة. في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، قام وزير القوى العاملة بزيارة لمحافظة الشرقية لتسليم وثيقة التأمين التكافلية ووضع آلية جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة بجميع أنحاء الجمهورية لتصل لكل مستحقيها. احنا عايزين الميزة أو الشيء أو الرعاية تكون رايحة لأهلها، فالعمالة غير المنتظمة احنا قررنا مع كل المديريات ان يبقى في الرقم القومي الوظيفة بتاعته، ولن يتم صرف اي ميزة بعد كده او رعاية الا لما تكون هذه الوظيفة مسجلة في الرقم القومي عشان نحكم الامور شوية ومبقاش في تداخلات من فئات اخرى على فئة العمالة غير المنتظمة، وده في صالح العمالة غير المنتظمة عشان دايما الرعاية تروح لاهلها وتروح لاصحابها. من جانبه أكد محافظ الشرقية على تقديم كافة أنواع الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة وتلبية احتياجاتها في ضوء تكليفات الدولة والقيادة السياسية، بالإضافة لتقديم بعض الدعم المادي العاجل، توفير فرص العمل والتعاون مع مكتب القوى العاملة ورجال الأعمال. فطبعا كل الدعم بيتم، وانت عارف حضرتك ان في توجيه كبير جدا من فخامة الرئيس، وطبعا كل لقاء مع دولة رئيس الوزراء بيشدد وبيأكد على الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة وجميع المواطنين. وبتلك الفرحة الغامرة استلم أهالينا من العمالة غير المنتظمة وثيقة التأمين، حيث أكدوا على أن تلك الوثيقة بمثابة حصن أمان لهم بعد أن ظلوا لعقود طويلة في طي النسيان. يعني هتساعدنا في حياتنا، لا قدر الله حد حصل له حاجة هتفيدنا وتفيد عيالنا بعد كده. يعني هي حاجة حلوة والله، هو الرئيس عملنا حاجة حلوة والسيدة الوزيرة عملنا أي حاجة حلوة، حاجة مبسوطين بيها وطارين بيها بالفرح. يعني حاسين ان احنا فعلا احنا مكاننا في مصر، وان مصر دي حاجة حلوة قوي وحاجة كبيرة قوي عندنا كلنا، واحنا ناس من فرد هتفيدني في كل حاجة، امان لولادي وامان لجوزي وامان لكل حاجة وامان ليا. جولات مستمرة لوزير القوى العاملة لتسليم وثائق التموين التكافلية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة الجمهورية كافة، والتي تأتي تأكيدا على اهتمام الدولة برعاية العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة غير الشرعية، تتصدر محادثات شكري ونظيرها المجري في القاهرة. وزيرة الصحة تعلن توسيع الشرائح المستهدفة من التطعيم بلقاحات كورونا، ومصر تستقبل شحنة جديدة من سينوفارم الصيني. ويمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني مسيرو.com. شكرا لحضراتكم، طيب المتابعة وإلى اللقاء.